أعزائي المشاهدين، عزيزات المشاهدات، مرحبا بكم في سلسلة جديدة من سلسلة أجد فهم الفلسفة. هذه الحلقة سنحاول من خلالها أن نعالج إشكالية مهمة جدا مرتبطة بمسار تطور تاريخ التفكير الفلسفي، وهي إشكالية علاقة الفلسفة بالمنهج. طبعا علاقة الفلسفة بالمنهج هي إشكالية ترتبط أساسا بالمرحلة الحديثة، أي المرحلة الثالثة من مراحل تطور التفكير الفلسفي. طبعا ما سيميز المرحلة الحديثة عن سابقاتها وخاصة عن المرحلة العربية الإسلامية وعن الفلسفة اليونانية هي أنها ستهتم بسؤال المعرفة. بمعنى آخر، لم تعد الفلسفة تطرح سؤال الوجود أو أصل الكون كما كان مطروحا في الفلسفة اليونانية القديمة، ولكن ستطرح لنا إشكالية المعرفة. هذه المرحلة الحديثة بطبيعة الحال ستعرف ثورة كبيرة وتطورا ملحوظا على مستوى العديد من العلوم، خاصة ما يسمى بالعلوم الدقيقة أو ما يسمى بالعلوم البحثة كالرياضيات مثلا أو الفلك. طبعا هذه المرحلة كذلك ستعرف عودة إلى الذات، أي عودة إلى الذات الإنسانية أو الذات المفكرة، أو بعبارة أخرى ظهور ما يسمى بنزعة الأنسنة، أي إعادة النظر في الذات الإنسانية باعتبارها تشكل مركزا للاهتمام، أي مركزا للاهتمام العلوم، باعتبار أن الذات الإنسانية بإمكانها أن تسيطر على الطبيعة، وبإمكانها أن تسخر وأن تتحكم في الطبيعة وأن تسخرها لتحقيق أغراضها ولتحقيق مصالحها. داخل هذه المتغيرات المعرفية الأخرى سيطرح لنا سؤال المنهج. بمعنى آخر، كيف بإمكان للإنسان أن يمارس نوع من السلطة على الطبيعة من خلال منهج معين عن طريقه يستطيع أن يحقق هذه السلطة وأن يهيمن على الطبيعة؟ وهنا بطبيعة الحال سيطرح لنا إشكال، وهو علاقة الفلسفة بالمنهج، أو بعبارة أخرى، هل يمكن أن نستعمل داخل الفلسفة نفس المنهج ونفس الطرق التي كانت موجودة في العلوم الدقيقة أو في العلوم البحثة؟ طبعا هذا السؤال العريض جدا والكبير في المرحلة الحديثة. ستظهر لنا مجموعة من التيارات الفلسفية ومجموعة من الفلاسفة الذين سيحاولون أن يقدموا جوابا عن هذا السؤال. يأتي في مقدمة هؤلاء الفلاسفة روني ديكارت في القرن السابع عشر. وروني ديكارت هو لم يكن فيلسوفا بالدرجة الأولى، إنما كان عالما رياضيا، لأنه جاءنا من العلوم الدقيقة. وحينما جاء من العلوم الدقيقة حاول أن يبحث من خلال هذه العلوم ومن خلال مناهجها وطرقها، حاول أن يبحث من خلالها الطرق على الحقيقة. بمعنى، هل يمكن أن تسعفنا هذه العلوم في الوصول إلى الحقيقة وفي اكتشاف عوالم جديدة وفي اكتشاف معارف جديدة؟ طبعا بالنسبة إلى ديكارت يحكي عن هذه التجربة التي خاضها من أجل أن يصل إلى الحقيقة في كتابه مقال في المنهج. وبطبيعة الحال بعدما هو عالما رياضيا سيحاول أن يبحث عن الحقيقة وأن يكتشف حقائق ومعارف جديدة بالعودة إلى هذه المعارف، بالعودة إلى هذه العلوم، وخاصة العلوم الدقيقة، خاصة الرياضيات والمنطق. طبعا حينما حاول أن يبحث عن الحقيقة داخل هذه العلوم وجد أن هذه العلوم قاصرة ومحدودة ولم تسعفه في الوصول إلى هذه الحقيقة التي يريد أن يصل إليها. وهنا سيتخلى أو سيبعد ديكارت المنطق، باعتبار أن المنطق فيه مشاكل كثيرة وهو محدود. صحيح أنه قد يساعدنا في نقل المعرفة من
جيل الى اخر ومن شخص الى اخر، لكنه لا يسعفنا في اكتشاف معارف وحقائق جديده. وهنا سيبعد ديكارت او سيتخلى ديكارت عن المنطق باعتبار ان النتائج متضمنه في المقدمات. بمعنى اخر ان دائما المنطق يعطينا نتائج متضمنه في المقدمه ولا يساعدنا على اكتشاف حقائق ومعارف جديده. مثلا حينما نقول مثلا كل انسان فان، سقراط انسان، اذا سقراط فان. اذا هذه القواعد المنطقيه، اذا ستلاحظون معي بانه كل انسان فان هذه هي عباره عن نتيجه، والنتيجه جاءت متضمنه في المقدمه، ومن ثم هي لا تمنحنا وسائل، او المنطق هنا لا يمنحنا وسائل وطرق جديده من اجل ان نصل الى المعارف، وبالتالي سيبعد المنطق او سيتخلى عنه وسيبحث عن طريقه جديده في اكتشاف المعرفه. وهذه الطريقه الجديده او هذا المنهج الجديد الذي اكتشفه ديكارت سيسميه بمنهج الشك، بمعنى الشك في كل شيء، الشك باعتباره طريقه للوصول الى الحقيقه وطريقه كذلك لاكتشاف معارف جديده. والشك بالنسبه الى روني ديكارت هو ليس شكا مذهبيا، بمعنى ليس شكا من اجل الشك، وانما هو شك منهجي كطريق نعبر من خلاله الى اكتشاف حقائق جديده والى الوصول الى معارف جديده. طبعا روني ديكارت يعتبر بانه حينما نحتك مع العالم الخارجي، نستقبل مجموعه من المعارف ونستقبل العديد من الافكار، لكن هذه المعارف والافكار حينما نستقبلها نحن لا نعرف هل هي معارف صحيحه ام معارف خاطئه. وبالتالي لكي نميز ما بين المعارف الصحيحه والخاطئه علينا ان نستعمل طريقه او منهجا جديدا، وهذا المنهج هو الذي يسميه روني ديكارت بمنهج الشك. طبعا هذا المنهج في نظر ديكارت يقوم على اربعه قواعد اساسيه. اولا هناك منهج الشك او البداهه، ثم القاعدة الثانية هي قاعدة التحليل أو التقسيم، ثم القاعدة الثالثة يسميها بقاعدة الترتيب، ثم القاعدة الأخيرة يسميها بقاعدة المراجعة، بمعنى مراجعة الأفكار. طبعا القاعدة الأولى هي قاعدة البداهة أو الشك، يعتبر ديكارت بأنه يجب علينا أن نشك في جميع الأشياء ما لم تكن واضحة بذاتها، بمعنى الأشياء الواضحة بذاتها هي غير قابلة للشك، ولكن الأشياء الغامضة والغير الواضحة فيجب أن نستعمل معها منهج الشك. ثم القاعدة الثانية هي ما يسميها بالتقسيم أو بالتحليل، يعني أننا يجب أن نقسم المشكلة أو المعضلة إلى أجزاء. ثم تأتي الخطوة الثالثة هي قاعدة الترتيب، بمعنى يجب أن أرتب تلك المعارف والأفكار من أبسطها إلى أعقدها، يعني المعارف البسيطة يجب أن نضعها في جهة، والمعارف المعقدة يجب أن نضعها في جهة ثانية. ثم الخطوة الأخيرة هي ما يسميها بالمراجعة، والمراجعة بمعنى يجب أن أراجع جميع الخطوات التي قمت بها. وبذلك يعتبر ديكارت بأنه منهج الشك سيساعدنا على اكتشاف وعلى الوصول الى معارف جديده، وهذا المنهج هو مبني على هذه القواعد. طبعا حينما يوظف منهج الشك ديكارت هو لا يشك في جميع الاشياء، انما يشك في تلك المعارف الغير البديهيه الغير واضحه. اما المعارف البديهيه والواضحه بذاتها فانها تفرض نفسها على العقل مباشره، ومن ثم فلا يمكن ان نشك فيها. وهنا سأعطيكم مثالا لكي نوضح به هذه الفكرة. مثلا إذا جاء مثلا عندك شخص معين وقال لك مثلا إن قطعة الحديد يمكن أن تذوب مثلا تحت 50 درجة من الحرارة، إذا هذه العبارة حينما تسمعها من شخص معين فهي عبارة غامضة غير واضحة، بمعنى إذا كانت عبارة غير مفهومة أو غير واضحة وغامضة بمعنى غير بديهية، إذا هنا يجب أن أستعمل معها منهج الشك لكي أصل إلى حقيقتها. وهذا المنهج
قائم على أربعة قواعد أساسية كما أشرنا إلى ذلك سابقا. لكن إذا سمعت مثلا شخص معين أو قال لك مثلا شخص معين إن الجزء هو أصغر من الكل أو إن الكل هو أكبر من الجزء، إذا هذه قاعدة رياضية، إذا هي واضحة بذاتها لا تقبل الشك، وما دامت هي واضحة بذاتها فأنا أتقبلها على أنها حقيقة، بمعنى على أنها حقيقة، ومن ثم ما دامت هي حقيقة فإنها لا يمكن أن نستعملها مع لا يمكن أن نستعمل معها منهج الشك. هكذا خلص ديكارت في النهاية إلى أننا لا بد لنا من منهج ومن طريقة جديدة لاكتشاف الذات وللوصول إلى حقيقة المعارف الخارجية، ولكي نميز ما بين المعارف الصحيحة والمعارف الخاطئة. هذا المنهج هو ليس بالضرورة مستمدا من العلوم الدقيقة، وإنما لا بد لنا من اكتشاف طريقة ومنهج جديد. هكذا نستنتج في النهاية مع ديكار بأن العلاقة بين الفلسفة والمنهج هي علاقة ترابط وتكامل، بمعنى أن الفلسفة لا يمكن أن تستمر بدون منهج، معنى أن الفلسفة لكي تقوم بإيصال جميع معارفها وتصوراتها ومفاهيمها لا بد لها من منهج، وكذلك المنهج يحتاج إلى الفلسفة. إذا المنهج لا يمكن أن يتطور بدون تأسيس وبدون تنظير بدون تنظير نظري للمنهج، ومن ثم الفلسفة في النهاية تحتاج إلى المنهج، والمنهج كذلك يحتاج إلى تنظير وتقصير فلسفي، ومن ثم العلاقة بين الفلسفة والمنهج هي علاقة ترابط وعلاقة انسجام، ولا يمكن للفلسفة أن تتطور وأن تطور ذاتها بدون منهج، كما لا يمكن للمنهج أن يستمر بدون تأصيل وبدون تنظير فلسفي. هذه كانت هي أهم الإشكالات التي طرحت في الفلسفة الحديثة، وحاول روني ديكارت أن يقدم جوابا عنها، واستطاع أن يكتشف لنا منهجا وطريقة جديدة في التفكير للوصول إلى المعارف وللوصول إلى الحقيقة. هذا المنهج هو الذي يسميه ديكارت بمنهج الشك. شكرا على حسن التتبع، ونلتقي في السلسلة المقبلة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.